طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده شباب هيبقى عندنا محاضرة اونلاين قصيرة جدا، هي السلايد ديت بس. لو تفتكروا احنا في المحاضرة كنا بدأنا نتكلم عن السنجل ديجري اوف فريدم سيستم لما يبقى معرض لهارمونيك فورس بتعمل له اكسايتيشن. الهارمونيك فورس دي ليها فريكوانسي اوميجا، وكتبنا معادلات الحركة واستنتجنا الريسبونس، وقلنا ان هيبقى في جزء منه ترانزيانت وجزء ستيدي ستيت، وان الجزء الستيدي ستيت دوت بيبقى هارمونيك برضو بنفس الفريكوانسي بتاعت الفورس اوميجا. طيب السلايد دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الانرجي ديسيبيتد باي دامبنج، يعني عايزين نعرف الجسم اللي هو بيتهز تحت تأثير الفورس الخارجية ديت. اكيد وجود الدامبر بيؤدي الى فقد بعض الانرجي، اوكي. فاحنا بس عايزين في السلايد ديت نحسب معادله بتعبر عن الانرجي المفقوده في الدامبر. فهنعمل ايه؟ هنبدا من الاساسيات بتاعه الدامبينج، او هنبدا يعني زي ما اتفقنا ان احنا ثانية واحدة بس بشغل البوينتر. هنبدأ من الريسبونس اللي احنا اتفقنا ان هو ده الستيج ستيت ريسبونس، ان اكس بتساوي اكس كابيتال كوساين اوميجا تي ماينس فاي، ده الستيج ستيت ريسبونس او البارتيكولار سولوشن. واتفقنا ان الاكس كابيتال ده اللي هو الامبليتيود بتاع الحركة، وده ليه معادلة بنحسبها بيه. والاوميجا دي اللي هي الاوميجا بتاعت الاكسايتنج فورس، والماينس فاي دي الفيز انجل، وبرده ليها معادله بنستنتجها من البارامترز بتاعت السيستم والفريكوانسي بتاعت الاكسيتيشن. طيب طبعا لو ده الديسبيسمنت يبقى السرعه هي تفاضل الكلام دوت، ان اكس دوت هتساوي ماينس اوميجا في اكس ساين اوميجا تي ماينس فاي. طيب احنا دلوقتي عايزين نحسب الانرجي ديسبيتد باي دامبنج، فهنبدا من التعريف الاساسي بتاع الانرجي اللي هو بيقول ايه. بيقول ان الانرجي عباره عن فورس ديسبيسمنت. الانرجي ديسبيت باي دامبنج هي الورك دان اون دامبر دورينج وان سايكل، ودي عباره عن فورس ديسبيسمنت. طيب الفورس بتساوي كام؟ هي الفورس اللي في الدامبر اللي هي سي اكس دوت. احنا عارفين الفورس اللي موجوده في الدامبر بتساوي سي اكس دوت، اوكي. طبعا السي اكس دوت ديت هنضربها في ديسبيسمنت، فاحنا ديسبيسمنت عندنا زي ما انتم شايفين الاكس دي هارمونيك، فاحنا مش معقول هنحسب الانرجي ديسبيت باي دامبنج لما لا نهايه، فهنكتفي بان احنا نحسب الانرجي ديسبيت باي دامبنج في 1 سايكل، عشان كده التكامل دوت بيتم على الديسبيسمنت في 1 سايكل زي ما انتم شايفين كده. يبقى هي دي الانرجي ديسبيت باي دامبنج. التكامل دوت في الصوره دي مش سهل نعمله، فالاسهل ان احنا بدل ما هو تكامل على سايكل في الديسبيسمنت، لا هنحوله لتكامل في الزمن. ازاي؟ هنستخدم التشين رول، ان دي اكس عباره عن اكس دوت دي تي، وبالتالي انا ممكن اشيل جي اكس دي واكتب مكانها اكس دوت جي تي، فهيبقى سي اكس دوت في اكس دوت في جي تي، يعني سي اكس دوت سكوير جي تي. وهنا يبقى التكامل تحول الى تكامل في الزمن، وبما ان انا كنت بكامل على 1 سايكل يبقى بالنسبه للزمن كاني بكامل على البيريودك تايم من 0 لتي. طيب الاكس دوت خلاص احنا حسبناها هنا اهي، مطلوب مننا ان احنا نعملها سكوير، فبقت اوميجا سكوير اكس سكوير ساين سكوير، عشان كده هتلاقي فيه هنا الاوميجا سكوير والاكس سكوير خرجوا بره التكامل، لان دولت بالنسبه للتكامل كونستنت. السي برضو خرجت بره التكامل بالنسبه للتكامل كونستنت، وفضل الحاجه الوحيده اللي هي فانكشن في التايم هي الساين سكوير اوميجا تي ماينس فاي دي تي. لما بنستخدم قواعد الانتجريشن نحول الساين سكوير دي لساين ضعف الانجل والحاجات اللي انتوا عارفينها كويس من التكامل ديت، بيبقى نتيجه التكامل من صفر لتي عباره عن تي على 2 اللي هو نص البريودك تايم، وبالتالي الانرجي ديسبيتد باي دامبنج هتساوي سي اوميجا سكوير اكس سكوير تي على 2. برضو التي ديت ممكن افكها عباره عن 2 باي على اوميجا، يبقى 2 باي على 2 اوميجا لان هي تي على 2، فهكتشف ان انا الاوميجا دي هتروح مع السكوير والاثنين هتروح مع الاثنين، فهيفضل لي باي سي اوميجا اكس سكوير، وتبقى دي ده الاكسبريشن بتاع الانرجي ديسبيتد باي دامبنج في 1 سايكل. طيب الاكسبريشن ده مهم ليه؟ لانه بيعرفنا الانرجي اللي بتفقد في السيستم بتتناسب مع ايه. اول حاجه هي بتتناسب مع قيمه الفيسكس دامبنج كوفيشنت، وده شيء طبيعي.
وبرضه بتتناسب مع الفريكونسي بتاعت الفورس، وده برضه شيء طبيعي، وبتتناسب كمان مع المربع بتاع الامبليتيود بتاع الحركة. كل ما الامبليتيود زاد كل ما الانرجي ديسيبيتد باي دامبنج زادت جدا. ويبقى ده اكسبريشن وضح لنا الانرجي ديسيبيتد باي دامبنج مهمة في ايه. طيب برضو القانون ده مهم في ايه؟ لو تفتكروا احنا شفنا القانون ده قبل كده، ممكن واحد يحاول يفتكر كده يقول ايه، يمكن شفناه مثلا السنة اللي فاتت، ولا شفناه في الفيزيكس، ولا شو. لا احنا شفناه في المحاضرة اللي فاتت على طول، لما كنا بنتكلم عن الاستراكشرال دامبينج او الهستريسيس، وكنا بنحاول نوجد الايكوفالنت دامبينج ما بين الاستراكشرال والهستريسيس. فعملنا ايه؟ قلنا هنساوي الانرجي ديسيبيتد في الهستريسيس بالانرجي ديسيبيتد باي دامبينج، واستعملنا علاقتين كده بنقول فيها ان الانرجي ديسيبيتد باي دامبينج في الهستريسيس بتساوي كذا، وفي الفيسكاس بتساوي كذا، واستعملنا العلاقة دي. فالعلاقة دي مفيدة برضو، ان هي بتقول لنا ازاي اسف ازاي نوجد ايكوفالنت للانرجي ديسيبيتد ما بين نوعين مختلفين من الدامبينج، وبالتالي اقدر احول الفيسكاس دامبينج لاي نوع تاني من الدامبينج. طيب برضو العلاقه دي مهمه في حاجه اخيره، اللي هي ايه بقى؟ دي الانرجي ديسيبيتد في الدامبر. كويس، لو تذكروا احنا لما كتبنا معادله الحركه اتفقنا ان معادله الحركه دي فيها اربع انواع من القوى، ويمكن حتى لما رسمنا البوليجون اللي حسبنا منه الاكس كابيتال والفاي، قلنا ان احنا عندنا اربع متجهات، واحده بتعبر عن الفورس اللي في السبرينج، واحده بتعبر عن الفورس اللي في الدامبر، واحده بتعبر عن الفورس الخارجيه، واخيرا الانيرشيا فورس. فدول اربع انواع من القوى. احنا هنا حسبنا الانرجي ديسيبيتد بالدامبينج. هتلاقي عندك في الشيت في اول مساله 4.1 هيطلب منك الانرجي ديسيبيتد باي دامبينج، انك تقول لها اكسبريشن، وهتعمل كانك هتعيد الاثبات ده بالظبط. وبعدين هيسالك سؤال كمان، يقول لك طب هات لي بقى الانرجي انبوت من القوه الخارجيه. هتحسب الانرجي اللي القوه الخارجيه بتحطها في السيستم. هتعمل ايه؟ هتعمل يعني خطوات شبه الخطوات دي بالظبط، ان انت هتحط القوه الخارجيه وتعمل تكامل على وان سايكل، وبعدين تحول التكامل على وان سايكل ده لتكامل على الزمن من 0 ل t، وتوجد اكسبريشن. وبعدين هيقول لك قارنهم ببعض. لما هتقارنهم ببعض المفروض ان انت تكتشف ان الانرجي اللي داخله من الفورس الخارجيه بتساوي الانرجي ديسيبيتد باي دامبنج. فالاتنين دايما يعني على وان سايكل بيساووا بعض، وده منطقي، لان احنا زي ما قلنا ان السيستم بيحكمه اربع انواع من الفورسز. الفورس في السبرينج دي كونزرفاتيف فورس، ما بتضيعش انرجي، والانرشيا فورس دي بتولد طاقة حركة. يعني في عندنا الانرجي اللي في السبرينج دي الاستيك انرجي، دي كونزرفاتيف انرجي. نفس الكلام بالنسبة للانرجي بتاعت الماس اللي هي طاقة الحركة بتاعتها، دي برضو كونزرفاتيف انرجي. بيفضل لي نوعين من الانرجي، اللي هما الانرجي ديسبيدد في الدامبينج، والانرجي اللي جايه من الانبوت فورس. فعشان خاطر القوانين بتاعت الثيرموداينامكس تستقيم، فبيبقى الانرجي ديسبيدد باي دامبينج هي نفسها الانرجي انبوت بالفورس الخارجيه. وشكرا جزيلا.